احتشد عشرات الآلاف في شارع الستين بصنعاء اليوم إحياء للذكرى الثالثة لمجزرة الكرامة التي راح ضحيتها أكثر من 50 شهيد من شباب الثورة المتظاهرين في 18 من مارس العام 2011. وأقيم بهذه المناسبة مهرجان خطابي دعا المتحدثون فيه الحكومة إلى سرعة تحريك ملف تلك المجزرة وتقديمهم للمحاكمة، وردد المتظاهرون شعارات تدعو إلى محاكمة القتلة الذين سفكوا دماء الثوار في جمعة الكرامة، كما رفعوا لافتات تؤكد على عدم تمييع القضية. كما يعتزم شباب الثورة في العاصمة صنعاء تسيير مظاهرة إلى مكتب النائب العام للمطالبة بإقالته، وكذا صلاة الجمعة القادمة في شارع الستين بصنعاء إحياء لذكرى الكرامة.